سؤال: لماذا لا يوجد شروط للرهبنة واحدة في كل الأديان، وما علاقة العمدة في الرهبنة؟ بعض الأديان يقول لا يقبل فوق سن كذا ولا كذا بحد أكثر. هو سن الرهبنة عند الرجال مفتوح الآخر، يعني في أي سن بيجي يترهبن بيرهبن، لكن عند البنات بيحددوا سن معينة ما تزيدش عنها، على اعتبار ان البنت تكون اسهل في قيادتها وفي قبولها لحياة الطاعة ومبادئ الرهبنة كلما كانت صغيرة. اذا كبرت وربطت على وضع معين من الصعب انها تتغير. ومع ذلك عند ربنا الواحد من ما يجيله في اي وقت يجيله، ربنا ما بيقولش حاجه، لكن رؤساء الادير هم اللي بيقولوا.